مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. عسلامة ومرحبا بكم سيدة المستمعين على الحياة FM، إذاعة القيروان للصحة. رافقوكم كل صبحية نهار اثنين من العاشرة متاع الصباح في برنامجكم مع طبيب المختص. موضوع حصتنا اخترناه اليوم مرض الزهايمر، اللي هو اضطراب عصبي يؤدي إلى تقلص الدماغ وذموره، وقد يؤدي إلى موت الخلايا، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف. ظهر برشا المرض هذا ولا شائع عنا، ولينا نشوفه برشا، ولذلك اخترنا باش نحكي عليه، ما هي أسبابه، شنية الأعراض متاعه، وخاصة الأعراض في البداية، كيفاش نجم نتوقعه منه، وطرق العلاج. للإجابة على كل هذه الأسئلة استضفنا الدكتورة هالة منيف شعبوني، طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. يعيشك دكتورة هالة، شكرا على قبول الدعوة. دكتورة، داء الزهايمر ظهلي ولا من أمراض الشائعة، بتاتر مرض العصر، تو تشوفوا برشا في العيادات متاعكم مرضى من هذا النوع؟ اي بيان سور، هو الزهايمر ديجا حسب المنظمة العالمية للصحة سميوها سي ان بروبليم دو سونتي بوبليك، معناتها في الاحصائيات مثال يقول لك العباد اللي فوق 80 عام تقريبا 75% منهم عندهم اعراض مرض الزهايمر. دونك هو هذايا مرض ماهوش خاص بتونس، بيتو خاص بالعالم اجمع، ومربوط سورتو بالتهضم، وقولوا احنا ارتفاع امل الحياة لدى المواطنين. كان العباد تحب تعرف اش معناتها الزهايمر، اون فيت لازمتنا نعرفوا اش معناتها الخرف اللي هو بلو جينيرال، واللي علميا نسميوه الديمونس. اون فيت الخرف هو فقدان المكتسبات الذهنية للمريض، سواء بصفة فجائية والا بطيئة. كيف نحكي على المكتسبات الذهنية، مش كوشي الذاكرة، لكن زاد الكلام، الجوجمان، أو ما نسميوه احنا باللغة العامية أو باللغة العربية رجاحة العقل، وبعض المكتسبات اللي الإنسان يحفظها، كيف ما قيادة السيارة، كيف ما الكتابة. الخرف لازمتو يأثر على الحياة العامة متاع الإنسان، تخليه غير مستقل في حياته، وبحاجة سواء بصفة وقتية أو بصفة مستمرة لوجود شخص آخر نسميه تيرس بيرسون وإلا إيدون، اللي يعاونه باش يعيش حياته بشكل انديبندون. هذايا هو الخرف. فيه برشا أنواع، أكثر زوز أنواع معروفين اللي هو مرض الزهايمر وإلا الخرف الناتج عن الشرطات الدماغية. بيان سور ثم برشا انواع اخرى لكنها نادره وماهيش موجوده بكثره. لذلك علاش اخترنا ان الموضوع هذايا باش يكون انفيت على مرض الزهايمر. شنو هي الخاصيه نتاع مرض الزهايمر؟ مرض الزهايمر كان نحبوا نلخصوه في كلمه، هو مرض النسيان. واضح، اكثر علامه واكثر حاجه من الاعراض نتاعو هي تبدا بالنسيان، والا اول علامات الزهايمر هي النسيان. علميا فيه برشا، لكن باش نبسطوا الامور للمواطن، اول عارض من اعراض الزهايمر بصفه عامه هو النسيان. بصفه عامه بنسبه نقولوا احنا 80-90%. ما هي قول القايل علاش الانسان ينسى، اش معناتها ينسى، شنو يجرى بالضبط به؟ اون فيت هو علميا ثم نوع من البروتينات اللي نسميوه احنا ابيتا اميلويد. باش نبسطوا الامور، بريسك تشبه الفيروس، يعني في سي تان بريون ولا ستوم بروتين. ما نعرفوش علاش تجي في الدماغ، تجي في خليه من الخلايا، الا تك تقتلهم بعد تتعدى للخليه اللي من بعدها. هذه البروسيسوس يعمل اون مور سيلولير بروغرامي، دونك الخليه يموتوا بشويه بشويه بشويه، وش عليه ما خليه تعدي الخليه اللي بجنبها. المرض هذا يمتد على سنوات. وعلاش يشد النسيان بصفة عامة معناتها أول مرة؟ على خاطر بصفة عامة الخلية هذه أو البروتينة هذه أول ما تشد الخلية المسؤولة على الذاكرة اللي موجودة في بارتي في الدماغ نسميوها الهيبوكامب، ومن بعدها تتعدى تدريجيا إلى بقية خلية الدماغ. للأسف الشديد مرض الزهايمر هو صحيح في الأول مرض النسيان،
لكنه ديزون هو مرض قاتل بصفة بطيئة. أما للحياة عند المرضى تقريبا 10 سنوات ملي نعمل التشخيص. واضح. شنو ما الأعراض الأخرى اللي تصاحب النسيان دكتور؟ بحكي مش نحكيه على أعراض الزهايمر. أول حاجة فهموا شو معناتها ينسى الإنسان، خاطر برشا عباد تنسى. إيه شو معناها ينسى وشنو ينسى؟ خاطر توا كان هكا باش تخوفنا. كل العباد الكل تنسى، حاجة فيزيولوجية صحيح. دونك بصفة عامة في مرض الزهايمر الإنسان ينسى كل شيء حاجة جديدة. هذايا نحكيه في بداية المرض. ويتذكر بالباهي القديم أكثر من إنسان عادي. معناتها أنت كيف تغزر للمريض وتقول هذايا عايش في الماضي، ماهوش عايش في الوقت الحاضر. احنا عندنا اسئله سيبليه احنا نسالوهم وقت الكونسلتاسيون شنو ينسى بالضبط. بصفه عامه يجي يقول لك مثال ينسى اسكو كلي ولا ما كلاش، سواء ما ياكل جمله ولا ياكل مرتين وثلاثه، يقول ما عطيتونيش ناكل. احنا هوني في المجتمع نتاعنا اكثر انديس ناخذوه هو الصلاه، اسكو مازال يعرف يصلي والا لا، يصلي بالصحيح والا لا. معناتها ساعات المريض يغلط في القبله، ساعات يصلي بلاش ما يتوضا، ساعات يتوضا مرتين. يعود السؤال برشا مرات للفمي، يضيع الحاجات نتاعو، يكون يشرب الدواه بانتظام، العائلة تفيق بيه سواء ما عادش يشرب الدواه سواء يشرب معاه يشرب فيه بالدوبل. وعلى العكس يبدا الماضي نتاعو حافظه بالباهي، يتذكر اون ديتاي الدات نتاع الضابط كل شيء كل شيء. كان مربوط بالعمر دكتورة، مش ولينا توا ظهر لي العمر ما عادش يوصل ل 80 سنة باش يظهروا العلامات هذيا، ولينا دو بليز اون بليز نراو الزهايمر عند الأعمار اللي أصغر شوية، ولا لا؟ ولا هذا مش الزهايمر التيبيك اللي نحكيو عليه؟ الزهايمر فيها برشا أنواع هو بحد ذاته. باش نقولكم باش نعطيو الاسباب نتاعها مبريه ما في زوز انواع. ثم انواع وراثيه. شو معناتها وراثيه؟ معناتها نلقاو عند المريض جينا اللي هي مسؤوله على مرض الزهايمر. ملي يتولد ينجم يعمل تيست جينيتيك يعرف روحه في عمر 40-50 باش يبدا يعمل اعراض مرض الزهايمر. موجود عندنا تيست هذا نجم نعملوه؟ هو اوريزمون غار الحكايه هذيا، نلقاوها اقل من 5% والحمد لله، معناتها مش موجوده بتكثره سواء في تونس والا في العالم. معناها اذا واحد عنده بوه ولا امه مرض بالزهايمر هو معرض اكثر انه يمرض بالمرض هذا، معناها في عمر مبكر. باكونتر نحكيو على هكايا بريديسبوزيسيون جينيتيك. اش معناتها؟ باش نبسطوا الامور كيف ما نقولوا، واحد عنده بوه عنده طونسيون، يكون هو ولا امه عندها طونسيون، يقول لك هذيا تيران تاع عيله عندهم طونسيون، دونك يكون عرضه اكثر من غيره باش يعمل باش يمرض حتى هو بالطونسيون والا بالسكر. سا نمبيش في الحالات هذيا كيف هو ياخذ دي مزور بريفونتيف يحمي روحه ينجم ما يمرضش. دونك هذاك علاش لازمنا نعرفوا العباد اللي مهيئين اكثر للمرض هذا باش نحميهم وباش تعطينا نصائح دكتوره كيفاش نجموا نتوقعوا منها. باهي قلت لي حبيت نحكي لكم على الاسباب، شنو هما الاسباب نتاع الزهايمر؟ باهي كيف ما قلنا ثم اون اونتيتي الحمد لله ماهيش بكثره، معناتها راك هذوما عباد مساكن يجيك للعياده تبداه اعراض الزهايمر ملي عمره 40-50 عام. تعمل شجرة العيلة تلقى ترانسميسيون اوتوزوميك دومينانت. شو معناتها؟ تعمل شجرة العيلة تلقى جدو مرض في عمر 40، صغار وبوه مرض في عمر 40-50، هو كيف كيف. تعمل له تيست جينيتيك تلقى الجين نتاعو انه عنده لا مالادي تاع الزهايمر، اللي هي حالات نادرة كيف ما قلت عليها وماهيش موجودة بكثرة. أكثر حاجة اللي هي موجودة بنسبة 90% هي بريديسبوزيسيون جينيتيك اللي حكينا عليها. دونك دكتوره العامل الجيني والتاريخ العائلي قلنا اكثر حاجه هي تكون تنجم تكون سبب في المرض هذيا، ولكن فما شكون يقول لك المهنه، انا مثلا نخدم في التعليم وهذه مهنه متعبه فيها برشا تفكير وفيها ممكن يكون اكثر معناها معرض للمرض هذا ولا لا؟ ليه بالعكس به. مرض الزهايمر نلقاوه برشا واكثر عند العباد اللي هي ما تعملش ديساكتيفيتي مونتال. معقول احنا مثال لي فاكتور تحط انسان ينجم يعمل مرض الزهايمر.
انسان يبدا سيدونتاليتي معناتها اللي عنده اكتيفيتي فيزيك ما يعملش رياضه عنده السمنه وما يعملش اكتيفيتي مونتال قوش عليه يعيش اون بوكل نفس النهار يتعدى هو بيدو دونك ما ثمش ستيمولاسيون ما ثمش تحفيز للخليه نتاع الدماغ هذا يحط المريض عضه اكثر من غيره انه يفقد الخليه قبل وقتها ثم زاد مثال اللي يبدا عنده الدم والسكر غير معدل نعرفوا الدم والسكر بلوز او موان توكسيك للخليه نتاع الدماغ دونك يحط الخليه نتاع الدماغ حساسه اكثر من غيرها ثم زاد التدخين الكحول ريجيم غذائي غير متوازن هذوما كلهم عوامل تحط خليه الدماغ حساسه اكثر من غيرها لعده امراض ايكومبري مرض الزهايمر وهوني معناتها حتى في لي زيتود سيانتيفيك كيف يحكيو احسن ريجيم هو ريجيم ميديترانيان لخليه الدماغ اللي هو الحمد لله ريجيم نتاعنا اش معناتها ريجيم ميديترانيان هو ريجيم اللي فيه تنوع غذائي كبير يرتكز على الخلال والخضر زيت الزيتونه وفيه اون راسيون ديمينوي معناتها اقل من اللحوم الحمراء وكل واحنا المواد الدسمه معناتها هذا هو لو ريجيم اللي هو ديجا بريسكري في دول العالم يعطيك الصحة دكتورة احنا حكينا على الأعراض قلنا أهم الأعراض هي النسيان والنسيان بريسيزامون للحواج الجديدة في حياته باركونت اللي يتذكر بالقدية الحاجات القديمة قلنا أنه العبيد المعرضين أكثر للمرض هذوما فما عامل جيني ولكن الحمد لله مش عامل مش بورسنتاج كبيرة المود دو في الماكلة التدخين والكحول وعدم ممارسة الرياضة كيف عدم مراقبة أمراض المزمنة كما الدم والسكري هذوما كل عوامل ينجموا يساهموا في ظهور المرض الخرف وإلا الزهايمر أنتم تسمعوا فينا على الحياة اف ام إذاعة القيروان للصحة في برنامجكم مع الطبيب المختص موضوع حصتنا اليوم مرض الزهايمر تحضر معنا الدكتورة هيلة منيف طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب نخرجوا استراحة موسيقية وهنا راجعين مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعيا برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة اف ام صباح الخير السادة المستمعين اللي التحقتوا بنا توا واخترتوا متابعتنا على 93 إذاعة القيروان للصحة انتم ما تسمعوا فينا في برنامجكم مع طبيب المختص موضوع حصتنا اليوم داء الزهايمر وتحضر معنا الدكتورة هيلة منيف شعبوني طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب تطرقنا في الحصة في الجزء الأول من الحصة إلى تعريف مرض الزهايمر أنواعه والأعراض متاعه في البداية عوامل الخطورة والأسباب كنا حكينا دكتورة على الأسباب والأعراض عنا ميكرو تريتوار خرجت سميلة أونس للشارع وسجلت لنا بعض التدخلات نستمعوا مع بعضنا شبه تيم أو تيم على الوعي ينجم الشخص المريض به ينجم يكون خارج مداركه العقلية جمل يتصرف في تصرفات غريبة غير لائقة بالأخلاق أو بالمجتمع ينجم يكون في حالة هستيرية صعبة جدا من حتى يحكي معك كلام ما هوش مفهوم ولا غايب عن الموضوع اللي تناقش فيه معاه ولا اللي تحكي معه لازم هو كما ينجم يكون حالة نفسية ناتجة عن بعض المشاكل كما ينجم يكون مرض في آخر الفترة العمرية في زون 70 فما فوق ديما يضرب الناس الكبار في العمر وساعات يضرب الصغار هاني قلت لك في حالة كما تنجم ناتجة عن ضغط نفسي كما تنجم تكون ناتجة عن استهلاك مخدرات عن استهلاك العقاقر اللي تغيب على الوعي الكل هو مرض يجي للكبار وكهو ذي حد علمي بيه ما عنديش ما شفتوش ما تعرضتلوش في الفامي جملة وربي قدر الخير وكهو يجيه النسيان كيف يبدأ كبير في السن معناه يجيه النسيان نعرف اللي يخوف معناه على خاطر رجلك كبير معناه ما ينجمش يتصرف وحده ينجم يتعرض لبرشا مشاكل معناه في حياته اليوميه كهو مرض نتاع نسيان عنده دي ميديكامون ياخذ الباسيون لي ميديكامون نتاعو ينجم يرجع في الحاله نتاعو العاديه ما لازم الباسيون ياخذ التريتمون نتاعو في وقته وياخذ التريتمون نتاعو منظم ينجم يعيش كانسان عادي يعمل تحاليل ويمشي يعدي عند الميدسان يفيق بيه يعمل له دي تيست يشوفه معناتها يتفكر ما يتفكرش فما حوايج معناتها سامبل مثل
عليهم مثل كما اسم امه واسم ابوه اسم صغار وصغار وشنو يخدموا وقتاش تخرجوا الحوايج هذه ما تتنسيش معناتها بالنسبه للي بارون معناتها كي يبدا معناتها حاله طبيعيه يعرف ولده وقتاش خذا معناتها الشهاده نتاعو وقتاش عمل فواياج كان عمل فواياج كان عرس وقتاش عرس ما الحوايج ما تتنسيش نورمالمون هذا الميدسان يسالهم للباسيون وكان يلقاه معناتها عنده المالادي شوف ما فما دي تريتمون ياخذهم ونجم يرجع الحاله نتاعو طبيعيه. ساعات انسان تحس يغيب هكا يضيع معناها في مخهم يولي لا يكابتي شكون لا ولده لا سيرتو الناس الكبار والرجال الكبار يقولوا يضربهم برشا ما عنديش فكره معناها عليه كمرض شنو بالضبط وش كيفاش يجي للانسان ما نعرفش. دكتورة كنا سمعنا الآراء المواطنين في الشارع وتساؤلاتهم وظهر لي الأسئلة الكل تتمحور حول الأعراض في البداية وقتاش لازمنا نمشي للطبيب طرق الوقاية وهذا اللي باش جاوبنا عليه دكتورة هيلة. دكتورة كنا حكينا في البداية نقولنا أهم علامة هي النسيان وخاصة النسيان لحوايج جديدة في حياة المريض ولكن في مراحل متقدمة من المرض شنو ما العلامات والأعراض أخرى اللي تتزيد في المراحل المتقدمة المريض يولي يعيش ريسك في عالم آخر به مثال نجم أنا نسأله نقوله شكون رئيس تونس جاوبني يقول لي لحبيب بوغيبة هي إجابة شائعة برشا عند مرضى الزهايمر. بعد يولي ما عادش يعقل صغار وجملة ما عادش يعقل الانتوراج اللي معاه وبخلف النسيان تظهر أعراض أخرى اللي نسميه احنا باللغه الفرنسيه سندروم ابراكسو اغنوزيك باه اش معناتها معناتها المريض ما عادش ينجم يعمل حاجات كان يعملهم قبل ابسط الحاجات مثل ما عادش يعرف يلبس دبشو يلبس دبش بالمقلوب يلبس ساق السرويله في زوج ساقين ما عادش كان هي مرا ما عادش تعرف تربط محرمتها وحدها مش مشكله في الحركه قوة متاع الميسكل موجودة لكن المعرفة كيفاش تلبس هي ما عادش باش تعرفها ثم أشياء يكون يعرفهم يولي ما عادش يعقلهم مثلا انت توريه ستيلو يغزر له ما يعرفش كيفاش يستعمله بالنسبة لي هو قوش عليه أول حاجة شافها يفقدوا كذلك القدرة على السياقة كانوا كان مازال كانوا كان يسوق كان همرة تولي ما عادش تعرف الطيب تغلط في التطيب هذه المراحل نقولوا احنا متاع الزهايمر موين سيفيريتي با كيف يبدا الزهايمر في مراحل متقدمه برشا نقولوا احنا ستاد تيرمينال يفقد القدره على انه يقوم باشياء حياتيه يفقد القدره على المشي مش معناتها الفرصه المسكوليه مش حيتو ما ينجمش يحرك صحيح حركهم بقوه اما ينسى كيفاش يمشي واخطر حاجه ينوصلولها هو انه ينسى كيفاش ياكل سيري كيفالون تاع طفل صغير نقولوا احنا ان بيبي دو 3 ولا 4 موا كيف تعطيه مغرفه في فمه عاد ما يبلعها يبزقها كيف نوصلوا للمرحله هذه المريض تولي عنده برشا دي كومبليكاسيون اهم هي سوء التغذيه يظهر وقتها مالوريزمون برقاد على الجرايه هيك التهريه وكل شيء وتبدا تظهر لنا ليزانفيكسيون واللي هما اكثر حاجه لي انفيكسيون اورينير مشاكل التعفنات في البوله وفي المجاري البوليه والا في التنفس. واضح دكتوره وقتاش لازمنا ان نمشيو للطبيب قول قايل انا حست بروحي توا مثلا نجم انا نقول لك ننسى بار اكزومبل ننسى وين حطيت مفاتحي إيسكو هذه علامة تخليني توا لازمني نمشي لطبيب مختص في الأعصاب ونخاف خاصة إذا كان عندي مثلا أنا بابا مرض بالزهايمر ولكن في عمر متقدم. النسيان مش حاجة تخوف بالعكس هي حاجة طبيعية وساعات هي نعمة من عند ربي كان جينا نتذكر كل شيء في حياتنا راه ما نجموش نعيشو دونك النسيان سي ان بروسيسوس نقولو احنا فيزيولوجيك اللي هو أكيد باش إنسان يعيش حياة عادية والنسيان ما عندوش سبب واحد اللي هو الخرف ولا الزهايمر في برشا اسباب باه باش نقول لك انا اول سبب اللي نخمموا فيه هو سوء التركيز واللي هو تيبيكمون كيف ما تلقاه عند صغير يمشي يقرا في المكتب تجي امه باش تراجع له تلقى ما يحافظ حتى شيء مش معناتها حيت عنده الزهايمر ولا ديموز مي بلوتو مش مركز دونك باش نحاوصوا نقولوا سورتو عند سوجي جون معناتها انسان صغير في العمر اول حاجه نخمموا فيها هي سوء التركيز
يبقى يخمم في برشا حاجات او ميم طون لو ستريس يحطك انت نقولوا احنا ماكيش مركز اصلا باش تحفظ به قله النوم زاده تعطيك ان تروبل دو فيجيلانس اللي نجم ياثر على النسيان وحتى عند الرجال والنساء الكبار ثم سكون لابيل لوبلي بينون دو سوجي اجي كوميم معناتها علميا مش كيف ما انسان صغير في العمر مش كيف ما انسان كبير في العمر ثم حاجه اللي نسميوها احنا الطبيعيه كيف ما ينقص الانسان في النظر في السمع وقت يكبر نجم ينقص زاد كيف في الميموار و تو ان رابور افيك حاجه فيزيولوجيك باه وقتاش انسانكيت ولازمتنا نخممو في حاجه كي سيفير والا غراف باه اذا كان مع النسيان ثم اعراض عصبيه اخرى مثال انا باش نقول لك كان لاباس عليه بروتالمون على كيلكو موا والا كيلكو سيمين والا كيلكو جور يقول لك المريض كومبليتمون تبدل ما عادش كي العاده لا احنا كيف يجيني انا في الكونسلتاسيون باش نلقى حوايج معاه كيف ما نقولوا احنا ما عادش يعقل الوقت ما عادش يعقل سكون لابيل لا كونفيزيون باللغه الفرنسيه والا النسيان معاه مشاكل في الحركه والا في المشي والا النسيان اللي عنده امباكت كبير على الحياه نتاعو اش معناتها امباكت كبير ثم حاجات كان ينجم يعملها المريض ما عادش ينجم ان جينيرال تلقى مثال كانو راجل كان يجير بيان الخدمة نتاعو مثال كانو كوميرسون كان المشروع نتاعو ماشي بعد الفامي ولا لونتوراج تشلق كونو ما عادش كي العادة روندمون نتاعو في الخدمة وإلا كان يعرف يعمل حاجات ما عادش ينجم يعملها وقتها اون دوا سانكيتي ولازم توعدي وقتها لازمنا نمشي ونشوفو الطبيب الطبيب لازم يشخص المرض كيفاش يقع تشخيص المرض الزهايمر؟ باه اول حاجه نعملوها كيف يجينا مريض الزهايمر اول ايتاب نسميوها احنا دي كيستيونير عندنا دي باتري ودي كيستيونير هما ساينتيفيك علميه نسالوهم له ونعطيوهم له هذوما لي تيست ونعطيوها ان سكور ونعرفوا روحنا احنا كطب نتاع اختصاص اعصاب استو المريض هذايا سوسبي تاع مالادي دايزهايمر والا بلوتو سي ان تروبل دو لاتونسيون باه دوزيام ايتاب اذا كان احنا شاكينا كوني نجم يكون مالادي دايزهايمر ثم لازمتنا نعملو صورة على الراس اللي علميا نورمالمون تكون اي ار ام سيريبرال لكن ساعات نطلبو سكانير في بعض في بعض الحالات خاطر مثلا اذا شكينا في جلطه خاطر قلنا من الاول تنجم تكون اسباب الخرف اي هو علميا لازمتنا اي ار ام لكن الاي ار ام فيها نقولوا احنا دي بريكوسيون اش معناتها خاطر الاي ار ام لازم الانسان احتياطات اي الانسان لازمته يكون راكح في الاي ار ام المده على القليله تدوم بين نص ساعه وساعه غير بعض لكن المريض بطبيعته هو اجيتي ما ينجمش يركح وما يسمعش كلام دونك مستحيل باش تكون رياليزاسيون تاع الاي ار ام بلوتو وقتها نعملو سكانير اللي المده نتاع لاكيزيسيون نتاعو لحظات اقل من واضحه ثم زاد عباد بحكم عندها دي ماتيريال في بدنها ما تنجمش تعمل الاي ار ام دونك هذوما معناتها سا ديبون انت من المريض باه اما علميا نورمالمون اي ار ام مع مشاكل الذاكره باه بعديك ثم تحاليل بيولوجيه كي قسمتها تصير في الدول المتقدمة يلوجوا طول على البروتين بتاع أميلويد ياخذوا المريض يعملوا له تيست يعملوا له إي ار ام بعد كي يجبدوا التحليل من ماس ساكسور ويعملوا الدوزاج نتاع البروتين هذيا بتاع أميلويد تعطيك إجابة المريض هذا عنده أزهايمر وإلا ما عندوش به في تونس ما عندناش بوسيبيليتي هذيا إلا في بعض المستشفيات الجامعية في إطار البحث العلمي تميش دوفي كوتيديان ولا روتين دونك كيفاش نعملو التشخيص نتاع المالادي دايزهايمر نعملو سكون لابيل احنا ديغنوستيك ديليميناسيون دونك نعملو اي ار ام ولا سكانير ما عندوش جلطة نعملو تحاليل نتاع الغدد ما عندوش اضطرابات في الغدد ما عندوش نقص في الفيتامينات ما عندوش انفكسيون في السيرفو اون فوا قيت كل شيء نيجاتيف كل شيء لاباس كل شيء نورمال وقتها نقول تيان المريض هذا لو بلو بروبابلمون عندو مالادي دايزهايمر واضح دونك عملنا التشخيص عرفنا العلامات من العلامات ومن التحاليل دونك السكانير توا دكتوره لو نحكيو على تعديو للعلاج ولكن الوقايه نخليوها في الاخر
باش حكينا على طرق الوقاية. قبل ما نحكيو على هذا العلاج قينا عند هل انه الزهايمر مرض يتعالج او لا؟ العلاج هذا يقولوا احنا حاجة سي ان بو ديليكا اون فيت حتى قولوا احنا لجوان 2021 به حتيك شي جوان 2021 نحكيو على مرض الزهايمر كمرض ما عندوش علاج واللي هو مرض نقولوا احنا في جيني انا انسان للكابيني لانونس دو دياغنوستيك اللي تري ديفيسيل للمريض وللطبيب حتيك شي والحمد لله لو دات اللي هو معناتها سي ان دات تري ماركي اللي هو 7 جون 2021 FDA ما نقولوا احنا الشركه المسؤوله على الاي ام ام في امريكا عطات لي ام ام الموليكول الجديده اللي هي سوا ديزون امل في علاج فعال لمرض الزهايمر. موليكول هذه مازالت حتى انا في اطار الفاس 4 وبداو يستعملوا فيها في امريكا اون اتوندون انه تكون لي ريزولتا ان شاء الله بروموتوز ومن بعد تصير لها كوميرسياليزاسيون ان شاء الله قولوا ان شاء الله توصلنا في تونس افكتيفمون بون مازال بعيد باكش علينا في تونس حاليا نقولوا احنا اللي موجود خلف امريكا هذا الدواء اللي حكينا عليه موجود كوشي في امريكا بوغ لو مومون الاف دي اي عطات كوشي في امريكا لاي ام ام حتى ان الدويتي موجوده في تونس وفي العالم اجمع هي بعض الادويه اللي يقولوا كون هي تنجم توخى في تقدم المرض ما تعالج اما نقولوا احنا المريض عاود ما يخسر الخليه نتاعو على 2 ans اون بو لوي فير غانيي عام ولا عام ونص لي موليكول هذي عنا فيهم دو كلاس في تونس اللي هما موجودين لي زونتي كولينيستيرازيك ولا لي زونتي كور انتي ريسبتور ان ام دي ا بي فيهم برشا مشاكل من نوع طبيه انه بصفه عامه فيها اثار على القلب واحنا مالوريزمون في المجتمع التونسي نتاعنا ما عندناش النوسيون نتاع الوقايه دونك يجيك مالادي دا زهايمر ومعاه برشا دويات نتاع قلب نتاع طونسيون نتاع سكر دونك نلقاو مشكله في البريسكريبسيون نتاعهم دوزيام بوان هذوما دويات غاليين واللي هما ماهمش بري اون شارج من الكنا دونك سا بيز نقولوا احنا ان بوان ايكونوميك اسي امبورطون سورتو كون نحكيو على دي باسيون اللي هما ديموند دونك ما عادش برودكتيف ديجا بحد ذاتهم هما يستحقوا ان ايدون في كل شيء ما عادش عندهم اون سورس فينونسيير باه هذه بالنسبه للدويات بلوس او موان تاع مرضي الزهايمر من بعديك ندخل في المرحله الثانيه في علاج الاعراض tout en sachant que ثم اعراض نجمو نتحكموا فيها وثم اعراض لا باه مثل مشاكل الذاكره ما نجموش نلقاو لها حل مثال لي تروبل دو جوجمون شمان تاع تروبل دو جوجمون هي رجاحة العقل قولوا احنا العوج تاع المريض ما نجموش نلقاولو حل الحوايج اللي نجمو نعملو عليهم اكسيون سواء اضطرابات السلوك اللي هي الهلوسه نعطي مضادات الهلوسه ساعات المريض تلقاه نقولوا احنا على اعصابو اريتابل والا انكسيو نجمو نعطي مضادات الاكتئاب والا ساعات عنده مشاكل في النوم نجمو نعطيو بعض المهدئات باش ترقدو واضح اللي حبيت ناكد عليه انه مريض الزهايمر مش معناتها مريض الزهايمر ما عندوش الحق يمرض بامراض اخرى هذو مع بيت نتعاملوا معهم قش عليهم صغيرات كيف يتبدل ولا يولي اجيتي ولا ما عادش يرقد في الليل قبل ما نخمموا كونه راه مرض الزهايمر نتاعو راهو لازم تكون الفامي كونسيونت انه النجم تكون عنده حاجة عضوية اللي هي مقلقته هو ما ينجمش يعبك انا شن ننصح المرضى نتاعي قل لهم كيف المريض يتبدل في السلوك نتاعو حاول تثبت عنده سخانة وإلا لا عنده شي اعراض نتاع جرثومة وإلا لا عنده شي قبض وإلا اسكو كانوا راجع اسكو قاعد يطير في الماء عادي وإلا لا معناتها قبل ما نستعجل بمضادات الهلوسة والمهدئات يسمتنا نشوفوا ثم شي حاجة عضوية اللي هي مقلقته خاطر هذوما ينجموا يكونوا تعكرات يصيروا عند مريض الزهايمر دكتورة تو مثال ما حكيتلناش على التعكرات اللي تنجم تصير معناتها تو مثال احنا في كونتكست نتاع الكوفيد برشا مرضى يجوني يقولوا لي يا طبيبة كان لاباس عليه
مش ما تكيم بلوز او مون جيرابل نقولوا احنا نعرفوها كم ستابل في المالادي نتاعو ستابل في المالادي نتاعو عنده 3 4 شهور يجي يقول لي عنده جمعه ماتش قلت والا عنده جمعه ماتش نجم يمشي فما برشا مرضى فوقنا كان عندهم بلوتو انفيكسيون كوفيد ماهيش عندها علاقه بالزهايمر معناتها مريض الزهايمر كيف باش يمرض بكوفيد وهو فاقد القدره على التعبير مش باش يقول لك راني نحس بروحي فاشل مش باش يقول لك نحس بروحي عندي تزوليفة ما عادش نشم ما عادش ندوخ دونك باش تلقاه متقلق وكل واحد القلق نتاعو كيفاش سوا ما يقعدش في اللي جمله بالوجع دونك يولي عيط بلانتيف ونقولوا احنا سوا بالعكس يولي راقد يجي ونهار واضح باه اضطرابات السلوك هي من علامات الزهايمر ولكن زادة تنجم تكون من التعكرات اللي تنجم توصل اضطراب النوم والاضطراب النفسية صحيح باه ثم حاجة نحب نأكد عليها كون هذه الدوية تيناتي وفيها برشا إثار جانبية كيف ما يعرفوا العباد الكل دونك ماذا بينا نركزوا على الحوايج اللي هي نون ميديكامونتوز الحوايج الطبيعية مش الحوايج الطبيعية كيفاش مريض الزهايمر لازمته مرافق المرافق هذيك هي مش تجيبوا أي واحد لازم يكون مرافق هو يرتاح له أها من مستحسن مريض الزهايمر ما يخرجش من لونتوراج سيكوريزون اللي هو فيه مثال تلقى هو مريض عنده برشا صغار ساعات يدير يتقول لك اي حمل الجماعة ريش الوالد كل ولا كل نهار في دار ولا كل جمعة في دار هيك خايب برشا المريض الزهايمر يحطه في انفيرونمون نون سيكوريزون بلتو انا جو كونسي هو يقعد في داره والعبيد تجي بحده اتور دو رول بالنسبة لمشاكل النوم انسان عادي ما تنجمش تراقبه 24 سور 24 معناتها راهو يجيوني يقول لي راهو ما يقعدش في اللي بيان سور كانوا قد نهار كامل راهو في اللي موش باش يقعد وما نجموش اون امبوز على انسان انه يقعد 24 سور 24 لازمك تحط بحديه شكون في النهار يوسع باله معاه باش هو يكون اكتيف ويتعب شويه ويمشي شويه باش نجمو احنا يقعد في اللي نعرف معناتها هذايا اللي يقول اللي نحكي فيه صعيب برشا سيرتو للعباد اللي معاه وبصفة عامة مرض الزهايمر ما هوش مرض يشد شخص واحد هو مرض يشد العيلة كاملة إلا ديستابيليز وتظهر معاه برشا مشاكل وأكثر واحد يتعب مش مريض الزهايمر بيتو اللي معاه العائلة الشارج لورد على الأخر أنا نقول لازم العائلة كاملة تتضامن كيف يبدأ عندها مريضة متاع الزهايمر باه ثم حويج زيادة اللي يقولوا احنا هي صحيح ماهيش طبية لكن لازمتنا نحكيوا عليها عند مريض الزهايمر اللي هي لاسبي فينانسي اي سوسيال مريض الزهايمر لازمتنا نعتبروه كمريض غير مؤهل من المستحسن الفامي تكون فيجيلانت اش معناتها فيجيلانت معناتها كانوا عنده يقولوا احنا ارزاق ولا حاجة تحطوا تحت تعملوا تحجير على الاملاك توتيل ليغال خاطر ثم ريسك قولوا احنا انه يعمل حاجات غير منطقية وغير واقعية ينجم يبيع ارزاقه بسوم رمزي ينجم يتصرف بطريقة غير عقلانية في املاكه ولا نرافقوه نجم نرافقوه ونخليه ديما مع مرافق معناها من اقرب الناس ليه متك تنحي له الكارنيه تشيك مش معناتها يقول لك نحب نسوق تعطيه الكره بيسوق مش ما تحيط حركة يديه وثقيه راه قادر على السياقة لي ما عاش تعطيه تسوق لازم شكون يكون وصي عليه حتى في جبدينا فلوسه من البنكة وإلا من البوستة هذه كل أمور تظهر لنا نقوله أحنا بينا لكن عندها برشا ديزامباكت ونشوفوا برشا مشاكل من نوع هذا مالوريزمون زادا أحنا في العقيدة متاعنا إنسان يكبر لازمته يمشي يعمل الحج والا العمره انسان دي مورا هو غير قادر على الحج وعلى العمره وهذيك علاش احنا سنويا في تونس نلقاو عندنا اون فانتين نتاع دي باسيون اللي يضيعونا سواء في الحج والا في العمره ايديالمون كانك انت شاكك في الوالد نتاعك عنده بدايه اعراض الزهايمر يا ما يمشي الجمله يا يمشي معاه مرافق من العيله ما تعملش نقولوا احنا على لونتوراج اللي معاه واضح
واضح. يعطيك الصحة دكتورة، احنا براتيكما وصلنا لنهاية الحصة متاعنا، ونخلي كلمة الختام مع الدكتورة هالة منيف، طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب، باش تعطينا دكتورة ماذا بينا في كلمة الختام، خاصة النصائح للوقاية والتوقي على الأقل من تأخير ظهور مرض الزهايمر. يفو أفواغ اون بون إيجيان دو في، رياضة، ريجيم غذائي متوازن، تحافظ على نقولوا احنا اذا كان عندك طونسيون عندك السكر تكون بيان ريغولي في التريتمون تاعك بحول الله لاباس ان شاء الله. يعطيك الصحة دكتورة، رافقناكم العشرة متاع الصباح في برنامجكم مع الطبيب المختص. موضوع حصتنا اليوم كان مرض الزهايمر، حضرت معنا الدكتورة هالة منيف شعبوني، طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب. في الإخراج التقني للحصة رافقنا أيمن ليغا، وفي الديجيتال أحمد المخلوفي، من وراء الميكرو دكتورة عفيف الجزيني. قولوا لكم إلى اللقاء وباي باي مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM.